هذا النهار هو يوم استثنائي جداً في حياة تلامذة المعلمة لينا. ذهب التلامذة بالباص إلى المكتبة العامة التي فتحت أبوابها خصيصاً لأجلهم. أمضى التلامذة ساعات عدة في هذا المكان، متنقلين بين أجنحة المكتبة، يفتحون صفحات الكتب ويشاهدون الصور. يا لسعادتهم! وصل أحد الحكواتيين عند الظهر ليروي لهم الحكايات. تجمع التلامذة حوله مأخوذين بشكله. ارتدى الحكواتي الثياب التقليدية في الكرة، حمل كتابا ضخما عتيقا كاد يتمزق بين يديه. كانت أنظار الأولاد معلقة بشفتيه، والابتسامات تعلو وجوههم كلما تخلص البطل من الأشرار، لكنهم كانوا يرتجفون خوفا كلما وقع البطل في مأزق. صفق الأولاد بكل قواهم عندما وصلت القصة إلى خاتمتها السعيدة. تناولوا طعامهم في حديقة المكتبة، ثم عادوا إلى المدرسة بعدما وعدتهم المعلمة لينا بالعودة قريبا إلى هناك.